طرح مشروع قانون، خد بالك بقى، قانون اسمه المسؤولية أو متعلق بالمسؤولية الطبية، وده هيطرح للحوار المجتمعي. القانون ده عايز ايه؟ القانون ده بيستهدف انه يتعمل شكل من اشكال التقنين والتشريع الكامل يضمن تحقيق التوازن ما بين مصلحة المواطن في حصوله على خدمة علاجية متكاملة ومتميزة، وفي نفس الوقت حقوق مقدم الخدمة. يعني في الحالة دي هتبقى المنشأة الطبية والعامل في القطاع الطبي، العاملين في القطاع الطبي من دكاترة لتمريض إلخ. حلو كده؟ طيب، في تقرير الحماية القانونية اللازمة ليهم أثناء تأديتهم لمهام العمل، يعني أيضا يجب علينا جميعا قانونيا تشريعيا نؤمن لمقدم الخدمة الحماية الكاملة. خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب. أهلا يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ يوسف، مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. مساء ومبروك على المنصوره الجديده يا دكتور. الله يبارك فيك. اه والله كنت حضرتك منوره هناك في مرسي. المكان، وحسيت انه اكتر حد لازم نقول له مبروك هو حضرتك. مرسي يا ربنا يخليك يا دكتور. بشان هذا التشريع او هذا التقنين، ايه المستهدف منه او ايه اهم تفاصيله يا دكتور ايناس؟ هو الحقيقه ان فكره القانون انه احنا نحمي المريض ونحمي الطبيب، الاثنين يبقى ليهم الحق في انهم يتقدم خدمه مميزه زي ما قلت للمريض، وفي نفس الوقت نحمي الطبيب من موضوع الخطا الطبي اللي هو بيؤدي لقضايا وحبس اطباء. والموضوع على فكره اتناقش في الدوره اللي فاتت ما خلصناهوش، وفي ثلاث قوانين غير القانون اللي بقدمه الدكتور اشرف اتناقش في اكتوبر اللي فات، الثلاث قوانين في حوار مجتمعي واكتملت الصوره، والقانون الجديد لسه معروض للمناقشه. اي قانون زي ما انت عارف طبعا بيبقى 60 نائب ويتحول لحوار مجتمعي، وبعد كده نبتدي نناقشه في لجنه الصحه، وبعدين ينزل الجلسه العامه ويصدر بيه قانون ويبقى قانون نهائي. فاللي حاصل دلوقتي هو المفروض ان انا بعرف الخطأ الطبي، ايه هو الفرق بين الخطأ الطبي وبين اللي بيحصل دلوقتي. اللي بيحصل دلوقتي ان اي حاجة لأي طبيب بيشتكوه او بيعملوا له محضر ما بيفرقوش، هي دي مضاعفات للعملية، مضاعفات للدواء اللي خده، حاجات احنا متوقعينها ومتعارف عليها، ولا دي نتيجة خطأ أو إهمال في تأدية العملية أو الواجب الطبي. فالخطأ الطبي ده لازم يكون له تعريف، لازم نبقى عارفين إيه هو الخطأ الطبي. لكن إن أنا كل واحد يعمل عملية أو يدي علاج يحصل مشكلة للمريض، أو المريض ما استكملش علاجه نروح نعمل له محضر يتحبس الطبيب. هل تتخيل إن إحنا أي طبيب بيبقى عنده مشكلة سواء كانت يعني خطأ أو إهمال، ان هو او ان هي مضاعفات للمرض نفسه او العمليه، بيتعامل بقانون العقوبات اللي هي يعني زي ما بنقول خطا مش اهمال بمعنى اهمال، القانون العقوبات اما ان انت بتعاقب المجرم على انه هو سبق اصرار اللي هو في حاله انه هو اخطا فعلا، او انك ان انت بتعامله على انه خطا مش بسبق الاصرار والترخص. فهل يعقل ان الطبيب يتعامل بهذا قانون العقوبات زي المجرمين؟ يعني الطبيب بيتعامل جنائي طبقا للوضع الحالي، طبقا لقانون الجنايات في مصر. فده طبيعي كان يعني وضع مش بيخلي الدكاتره تكش شويه في عمل العمليات. هنبتدي نتعامل بحسابات، مع ان الطبيب المصري مشهور عالميا ان هو من احسن الاطباء واكفأهم في انه يعمل العمليات الكبيره، وانه شغله مميز، وكل الاطباء المصريين لهم ابحاث عالميه، وفي اي واحد بيسافر اي بلد بيبقى صوره مشرفه. فالحقيقه معاملته كمجرمين او بقانون العقوبات ادى الى مشاكل كتير، ان اي واحد يحصل اي مشكله يتحبس الطبيب 4 ايام لا 15 يوم ويستمر كده بمجرد محضر يتعمل. فكان لازم في قانون يحد من المساله دي، ولان لو زودنا قوي الضغوط دي ممكن نزود الهجره. فالفكره انه كان لازم يبقى في تشريع بقانون اسمه قانون المسؤوليه الطبيه. احاسب ازاي وامتى احاسب
وازاي احاسب. فالمفروض ان هيبقى في القانون لجنه عليا موجوده في القاهره، لجنه فنيه بتبقى يعني بتبقى تحت اشراف رئيس الوزراء. اللجنه دي هيتشكل من لجنه في القاهره ولجان فرعيه في جميع المحافظات. اللجنه بتتبع رئيس الوزراء، بيبقى فيها رئيس اداره الفتوى في وزاره الصحه، فيها امين عام المجلس الاعلى للجامعات، مدير اداره الخدمات الطبيه في القوات المسلحه، ساعد وزير الداخليه لقطاع الخدمات الطبيه، رئيس مصلحه الطب الشرعي، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبيه، احدى عمداء كليات الطب الازهر، واثنين من الاطباء البارزين في مجال تخصصهم، ويشهد لهم بالكفاءه بيرشحهم الدكتور وزير الصحه، وبناء على ترشيحه رئيس الوزراء بيختار الاثنين دول. فاللجنه مكتمله تماما، مش لجنه قضائيه. اللجنه من ناس متخصصين، في نفس الوقت اللجان الفرعيه بتقدم لها الشكوى اللي بيقدمها المريض او اهله او الولي اللي عليه، وبيتم عرض الموضوع ومعرفه هي فعلا خطا من الطبيب او اهمال، ولا هي مضاعفات للعمليه او مضاعفات للعلاج اللي تقدم للمرض. ودي لجنه سابقه وليست لاحقه، اي سابقه على البلاغ اللي بيقدم للنيابه؟ لا، البلاغ للنيابه ده بقى هيبقى يعني المفروض انه يختفي من في وجود اللجان الفنيه. فيبقى الاول يتم التقديم لهذه اللجنه تبت فيه، ومن ثم يتم بقى احالته للنيابه من عدمه. ايوه، او تطبيق بقى بقيه المواد اللي احنا هنيجي فيها عقوبات، اللي بعض الجهات معترضه عليها ان يبقى فيها حبس او غرامه. الحقيقه الحبس او الغرامه مقصود بيها حاجه يعني غلط فعلا، ما ينفعش نفوته، يعني هم طبعًا. مش معقوله منشاه غير مرخصه وطبيب ملوش ترخيص مزاوله مهنه، وانا عامله زي واحد ده طبيب واخد ترخيص وفي منشاه مرخصه، ده غير ده تماما. الفكره ان الحد او الغرامه مش معناها ان احنا هنحبس الاطباء، ولا حد فينا يقبل ان احنا نفكر ان احنا نعمل قانون نحبس بيه الاطباء نهائي. وبعدين انا مقدمه قانون في شهر اكتوبر المسؤوليه الطبيه، ما كانش فيه حد، واللي موجود دلوقتي الحد فيه بيشترط فيه بعض حاجات في الماده 5 والماده 6 في القانون، ان انا مثلا اللي بيقدم الخدمه دي تراجع عن انه يقدم الخدمه دي في حاله طوارئ، هل ده ينفع؟ يعني ما يبقاش فيها ليه عقاب، احنا نفسنا كاطباء ما نقبلش كده، لان مريض جاي في طوارئ لازم يتلقى الخدمه اللازمه، في الحاله دي اقدر اعالجه من غير ما اخد منه موافقه مستنيره، لان دي حاله طوارئ وبيتعذر فيها الموافقه، لكن المفروض ان ما فيش طبيب في مصر يعمل اي اجراء طبي بدون ما يستكمل الفحوصات الطبيه اللي تثبت ان العمليه دي احنا محتاجينها، وفي نفس الوقت كمان ان هو ياخد موافقه المريض بعد ما يقعد مع المريض او الولي اللي على المريض او الوصي اللي عليه لو سنه صغير، واشرح له كل ابعاد العلاج او العمليه وايه المضاعفات اللي هتحصل، وبناء على كده بيوقع المريض على الموافقه اللي هي بنسميها الموافقه المستنيره. طيب هنا هيبقى عندي حاجتين، العالم بتستخدم هذا الوضع، هنا هيبقى عندي حاجتين كده، اللجنه دي هي لجنه دائمه وليست لجنه تنظر حين يتقدم ليها حد بشكوى، هي لجنه منعقده. لا، بشكل لجنه منعقده وموجوده بتتغير كل 4 سنين. كويس قوي. طيب الحاجه الثانيه، عشان حضرتك ذكرتي موضوع الطوارئ، هل التشريع لدينا واضح فيما يتعلق بانه شخص ما دخل الى الطوارئ فطولب بمبالغ اولا قبل ان يدخل لاجراء الفحوصات او لاجراء عمليه ما او اجراء اللازم ليه طبيا؟ الحقيقه الناس مش عارفه حقوقها يا استاذ يوسف. في قرار رئيس وزراء من ايام اعتقد الباشمهندس محلب او حد قبل كده، مظبوط، ان ال 48 ساعه الاولانيين في اي مستشفى حتى لو مستشفى خاص فهم مجانا، وبعد ما انقذ المريض ب 48 ساعه يتم تخييره ما بين اكمل في نفس المستشفى على حسابي ولا اتحول، والصحه جاهزه بانها بتنقل المرضى حتى باسعاف مجهز، وده حصل مرات كتير، يعني انا نفسي نقلت ناس وبيتنقلوا من المستشفيات الحكوميه لتقديم الخدمه بالمجان. طيب اول 48 ساعه في اي مكان فيه طوارئ حتى لو مستشفى خاصه
هي مجانا، وده حق المواطن المصري سواء لتأمين أو هيتعمل له نفقة الدولة. أحيانا نستمع إلى شكاوى من المواطنين متعلقة بالرعاية الفائقة، يعني يجي يقول لك ده المستشفى قالوا لي لو ما دفعتش الفاتورة هنطلع والدك ولا والدتك ولا زوجتك ولا ابنك من العناية. لا لا طبعا، ده لا يمكن يحصل من طبيب. لو المريض محتاج عناية أنا لو خرجته هيموت. لو المستشفى طلبت الأهالي أو الأسر بذلك، إيه اللي المفروض يتخذه أو تتخذه الأسرة من إجراء؟ المفروض المريض لو ليه تأمين، التأمين هيسد العناية دي، لأن هيبقى هيبعتهم ياخدوا من التأمين جواب بأن المريض له تأمين، والتأمين هيتكفل بعلاج المريض. لو ملوش؟ ملوش تأمين بتعمل له قرار نفقة الدولة. الأهم إنه المستشفى ما تطلعوش بره العناية. ما يقدرش طبيب يعمل حاجة زي كده. طيب رائع خالص. جدا، رائع جدا، أشكرك يا دكتور، إلى أن نلتقي بإذن الله. كل الشكر دكتور إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.